ولكن كنلقاو المراه خدامه والراجل جالس في القهوه وداكشي، وهذا الشيء لا يتماشى ربما لا مع التقاليد ديالنا ولا الاعراف ديالنا ولا حتى الدين الا شناه من واحد الجانب. الراجل بزاف عليه، واخا يكون يربح شحال ما ربح بزاف عليه. وتاوي الا قلتي لا راه ما عندي شي تقدر تسمع شي هضره ماشي تحس راسك ناقص ضروري. وقت هذا مرة صار حاسس خروج من الزنقه حيت تم المجتمع تخلط، وإذا كان مدخول مدخن فهمتي كانت شي بركة صحيحة رياح في الدار سينتي رياح في الدار. ولكن شنو نقول لك أنا، الدولة ديالنا ما كتعاونش على داك الشيء هذاك فهمتي، يعني دابا الأغلبية كتمشي غير تدفع شي سي في ولا شي حاجة باش تخدم، كتجبر غير بنات خدامين كيطلبوا غير بنات، ملي كتدفعتي لنا السي في كتجبر راسك واحد في وسط 20 بنت فهمتي. واش تينا مع ولا ضد أن الراجل والمرأة يخدموا ويقسموا المصروف مع بعضياتهم ديال الدار؟ لا أنا أنا أنا, أنا معاهم. السيف خاصها الراجل باش يخدم بوحدو بزاف عليه، خاصها المراه شويه وهو شويه ويتعاونوا على الزمان. لا ولا هو يقعد هي تقعد في الدار وهو يخدم بزاف عليه، مصاريف ولات كثيره وشي ولا الغلا والعواول، ما خصن ثاني العواول خصها المدرسه، خصو يدير السوايع، خصو بزاف ديال المصاريف. العائل ملي كيتزاد هو على الصاير، ها الطبيب، ها المدرسة، ها السوايع، الراجل بزاف عليه، وخا يكون يربح شحال ما ربح بزاف عليه، ضروري خص المرأة تعاونو في المصروف. انتوما في الوقت ديالكم الراجل غير الراجل بوحدو؟ حنا الوقت ديالنا ماشي هو هذا الوقت، حنا الوقت ديالنا كان الراجل خدام كافي كان الراجل خدام بوحدو كافي، وخا يكون هذاك الشيء اللي كيصور كان لدا 50 درهم للسوق يتسوق به يجيب المسائل ديالو كاملة ويجيب خير. دابا اليوم شحال ما ديتي معاك للسوق ما تكفاش، فاهم المفاهمه هي كلش، لا كانوا مفاهمين هذاك الشيء اللي قسم الله غيعيشوا به، ما كانوش مفاهمين. واخا تكون تربح هي 2 مليون ويكون يربح 3 المليون ما كانش مفاهمه، ما كاين حتى شي حاجه، هذاك الشيء كلشي على المفاهمه. خاود لي عن سقسك، واش مع اولا ضد ان الراجل ومراته يتعاونوا على المصروف ديال الدار؟ ضد خاود لي بطبيعه الحال ضد. علاش ضد؟ ضد ليس في هذا الوقت هذا مره صار حاسس خروج من الزنقه حيت المجتمع تخلط، فكرة ديالها تخلط. وانا بالنسبه لي الا ما كنتش مقد بالمراه ديالي ونامن لها اي حاجه خصها ونوفر لها اي حاجه راه ما نتجوزش اصلا، دي الفكره ديال يعني ديك القضيه ان الراجل ومراه يصرفوا والو ما عندكش في بالك؟ ما كتدخل لي شي من بالي، ماشي ما عندي شي في بالي، ها ده هو الواقع فهمت. يعني انت ماشي عدد واحده ضد 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 لا انا ضد الفكره بصفه عامه فهمت، هذه هي الفكره ديالي. يعني الرساله اللي كتغيص قلتي ان لك الا ما كنتش مقد بمراتك ما عجوش، هذه هي الرساله ديال هذه هي الهضره نيش انا خا ليسنا كتشوف مجتمع تخلط، ثقه ما بقاتش وبزاف الحاجات، يعني كل شيء على عيننا خا. يعني انا ما مقيتش بواحد الحاجه راه ما نقرب لهاش، بالنسبه لي بالنسبه لواحد اخر كلها حريه ديال. واش مع ولا ضد ان الرجل ومراته يخدموا ويتعاونوا على المصروف ديال الدار؟ طبعا مع، سيرتو الا كانوا خدامين بجوج طبيعه الحال انه خصو يتقاسموا المصاريف ويتقاسموا جميع الاشياء. يعني بالنسبه يعني يتقاسموا المصاريف، يعني ماشي واش تينا كتقول يعني كل واحد النص او لما راه كتعاون بواحد المبلغ بسيط وصافي؟ وهذاك الشيء كيبقى على حسب التفاهمات، نورمالمون خص يكون واحد النوع ديال التفاهم فيما بين الطرفين، يعني وعلى حسب لي صالير وداك الشيء. مثلا الا كان الراجل مثلا عنده واحد الصالير مثلا عالي او المراه عندها صالير عالي، المهم الكوتيزاسيون على حساب الصالير. لا يعقل انه واحد الدائره اللي ولينا كنشوفوا، رغم انه بعض الاشخاص غايجيهم كلامي غريب، ولكن كنلقاو المراه خدامه والراجل جالس في القهوه وداك الشيء، وهذا الشيء لا يتماشى ربما لا مع التقاليد ديالنا ولا الاعراف ديالنا ولا حتى الدين الا شناه من واحد الجانب، لانه بحال اللي كنعرفوا الرجال قوامون على النساء وداك الشيء. كنعتقد انه المرحله صعيبه بزاف، وانه خص واحد النوع ديال التعاون، واحد النوع ديال الاتفاق يكون مبني على المحبه والموده والرحمه، لانه بلا هذه الاشياء هذه اي علاقه زوجيه او اي علاقه كيما كانت راه ما غاتمشيش لقدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عن سقسيك، واش مع او ضد ان فكره الراجل ومراته يتعاونوا على المصروف ديال الدار؟ انا مع. علاش؟ الوقت اللي هما شويه خاص المعاونه من الطرفين باش يقدروا يقريو الدراري ويلبسوا ويسكنوا، متطلبات الحياه رجعت شويه طالعه. واش مع هذه الفكره ان الراجل ومراته يتعاونوا على المصروف ديال الدار؟ انا اش نقول لك، انا متفق مع الراي هذا من الناحيه ديال مثلا دابا انا اذا كنت خدام، يعني كاين واحد مدخول لي مزيان،
يعني نقدر يعني عندك واحد الصالير مزيان، واحد الصالير مزيان يعني نقدر مثلا نخلي الزوجه ديالي تبقى في الدار مثلا، فهمتي؟ يعني اذا كانوا العوال راه تكون مثلا مقابلهم، المهم تكون ربات بيت، يعني كاين واحد المدخول يعني. ونقدر نقول لك مثلا اذا كان مثلا مدخول على قدو راه تينا عارف شنو كاين اخي جبيري، فهمتي؟ نقدر نخلي الزوجه ديالي تعاوني ولا الزمن، واذا كان مدخول مدخن فهمتي كانت شي بركه صحيحه ريح في الدار سينتي ريح في الدار. ولكن اش غنقول لك انا ما ضد ما مع، فهمتي؟ يعني على حسب الوقتين، على حسب الوقت. اذا كان مدخول مزيان مضخم يعني نخليها، وكتجيب انا مع ودوا نقدروا مثلا تكون مرا حامله شي حاجه يعني، فهمتي؟ يعني تكون في الدار في نفس الوقت عاود متفق، نقدر مثلا نكون مثلا انا موقفوني من الخدمه ولا الصادر على قدو كنتعاون عاوتاني نعرف امكانيات كتكون مقوده ومسؤوليه، فهمتي؟ هاد المقوده خصك تزول. وحتى الوقت صعب، حتى الوقت دابا صعب. اش غنقول لك الوقت دابا صعب بزاف. نتمنى ان شاء الله الصيفيه تدوز مزوهره وهادشي تزوجتي ولا علينا الجواز؟ لا والو، كنا في 2019 ناويين خطوه واحد بنت الناس داق ما كسبش، فهمتي؟ شي ظروف هايده والله رزق شي بنت الناس. امين اخي، خليها في الدار وكذا وشي صالير يكون مضخم، يكون مضخم اخي جباري والله العظيم اخي. الله يرحم والديك، الله يعدل الجامع علينا وعليك. الله يرحم والديك اخي جباري، الله يحفظك ويعزك. الصراحه انا مع وضد في نفس الوقت، يعني علاش مع وعلاش ضد؟ الدوله ديالنا ما كتعاونش على داك الشيء هذاك، فهمتي؟ يعني دابا الاغلبيه كتسب شي غير تدفع شي سي في ولا شي حاجه باش تخدم، كتجبر غير بنات خدامين كيطلبوا غير بالناس. ملي كتفاتينا السي في كتجبر راسك واحد في وسط 20 بنت، فهمتي؟ ملي كتدفع لهم السي في كيقول لك وتنعيطوا لك دابا طالبين غير بالناس، واش فهمتيني؟ يعني انا اطيح في مرا خدامه، اطيح فيها خدامه حتى ولا ما طيحتيش فيها خدامه غادي تجبر مشكل الصراحه. هذا بالنسبه حتى بالنسبه للمراه الا كانت يعني مثلا خدامه والراجل يعني بجوج بهم مثلا خدامين وهي كتشبر واحد الراتب زايد على الراجل ديالها، يعني الراجل ديالها ما كيبقاش عنده شي سلطه عليها مثلا. الا كانت خارجه ولا شي حاجه ما تديهاش يعني تشبر الصك ديالها وتخرج، يعني عندها رزقها كتقول لك فهمت؟ يعني ما واقفاش على ديك السيده ولا فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين. يعني الا كانت المراه خدامه والراجل جالس عاوتاني، يعني الراجل كيحس بالنقص من واحد الناحيه، فهمتي؟ شي عيب النقص راه زيرو زيرو مورال يعني صراحه. هذا الله صراحه انا كنصح الشباب الى زعما ما كاين شي ما عندوش شي مدخول يعني شهري ولا واحد مدخول يومي وكذا وهذو كاين ما كيوفر، يعني ما حتى شي زيار راسه، يعني الا زوجها عايز يزير راسه وغادي يطيح في مشاكل وشحال من حاجه. عاوتاني ديك جواز الطلاق ومحكمه وكذا وطلعوا هواد هذا هو المشكل. ما كاين شي مصروف غير ريح الخير، ما كاين مصروف، ما كاين حتى شي حاجه يعني غير ريح تيحن مولانا. والله الله يسهل عليك، والله يرزقك شي بنت. بارك الله فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.